قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القصة معلومة للكل، لكننا نتوقف عند درسين سريعين سردناها في خطبة، لكن نلخص في دقيقتين. ملك ظالم أمر الناس بعبادته فاتبعوه وعبدوه. لا تتعجل ولا تقل لماذا سرد النبي القصة في سنته بعدما ذكرها ربنا في قرآنه، فقد قال أهل العلم: قصص ضئيل هو الذي تكرر في الكتاب والسنة، ولا يتكرر القصص إلا لعظيم الأهمية ولتكرره في الحياة العملية، فتتخطى القصة زمنها وأشخاصها وبيئتها لتبقى درسا حياتيا لكل خلق الله إلى أن نلقى الله. فين ده بقى؟ عبادة؟ فاستخف قومه فأطاعوه، بس الكلام ده كان زمان يعني. في والله هناك مستخفون كثيرون. أما سمعت الفاشلة التي كتبت على النت: لو كان الإله بالانتخاب لانتخبت السيسي؟ أما سمعت الفاشلة الجاهلة الظالمة التي قالت: من قال أشرف الخلق رسول الله لم ير السيسي؟ كتب هذا وقيل هذا من امرأة تدعي أنها مسلمة. قال لك ربك قبل: فاستخف قومه فأطاعوه. في قصة أصحاب الأخدود، ظالم يسوق الله لمن يظلمهم غلاما، يصطفيه الظالم بنفسه دليلا على حمقه وعلى أن تدبيره لا يصمد أمام تدبير الله. من الذي اختار الغلام؟ إنه الملك. وبسطة سلطاني الحق على الباطل وانتصار الحق على الباطل جعلها الله على يد الغلام الذي اختاره الملك لتوطيد سلطانه، وضاع سلطانه بغلام كان يتخيل أنه سيوطد له ملكه.